السلام عليكم. اليوم فان داي بعالم فراري، بالضبط بأكاديمية الكارتينج. اليوم الشباب مبسوطين، إجازة ما عندهم شيء، فراري دعونا اليوم عنا تحدي بالكارتينج، ما نكسر أرقام ألونسو. على كل حال طبعاً جزء من فريق عرب جي تي، الشباب اللي أمامكم كلهم عشاق سيارات، كلهم محترفين سيارات، كلهم ماهرين بالقيادة. شباب طبعاً الحلبة اللي أمامكم هي الإلكتريك كارتينج، هي مستوحاة من حلبة ياس. كلكم جربين السيارات دي حلبة ياس، كلنا مجربين السيارات. هاي مستوحاة بس مو طويلة كثير، 290 متر فقط. لا هي مختلفة تماماً، هاي بدها فن قيادة أصعب على فكرة، وخصوصاً على اللفات. من برا مع التصوير رح يبين قدامكم انه شوي بطيئة السيارات، مع العلم انه بدها فن بالقيادة كثير أصعب من ما انتم متخيلين. شغلة حلوة انه هون ما بدك تدفع زيادة للسعر، بتفوت على التيكت تبع فيراري وورد فيك تلعب بهاي. ما شاء الله، يعني ضغط مش طبيعي على الكارتينج، فمحظوظين انه احنا حاجزين من قبل حتى. عشاق السيارات، كل اللي بيحبوا السرعة، بدايتك الاحتراف بالقيادة هي الكارتينج. شو؟ اسمعني. والله انا خايف منك على فكره. الوزن بيلعب دور الكارتينج. الوزن بيلعب دور كبير. فاحمد عبود توزنكم رح يلعب دور رهيب. اسمع، هذا هيك ولا غطى تمه ولا شو صار، ولا غطى شربي ولا شو عمل بحالي؟ ليش يا اخي سماجي؟ شباب كلاتنا على كريم. شباب هي اللي طلعت بروفيشنال درايفرز 100% كل مكان. انا لاعب كارتينج ديزل بس صراحه اكسبيرينس حلوه، وانا اتحدى مع مصعب مره ثانيه، واي حدا بده يجي فراري وورد يلعب الالكتريك كارتينج خبروني، احنا جاي معاه. لحظه، انا بدنا نحكي هنا، احنا فريق عرب جي تي، ننصح كل شخص بحب السيارات لازم تيجي على الكارتينج بارك بفراري وورد، لازم تيجي، لازم ضروري لازم. وبدايه كل سائق محترف كارتينج، سائقين فورمولا 1 لولا الكارتينج ما صاروا سائقين. وهي ارقامنا موجوده، شوفوا الارقام تبعتنا شباب، وفي تحدي اكسر ارقام فريق عرب جي تي. جيبها اللي بيكسر ارقامنا يرسلنا الصوره على، يعمل لنا صوره وانا بجيب الحداك على مصعب على الايميل. انا صورتي مع مصعب كاتب، مين الاول؟ انا. شو الفوائد؟